النهارده النتيجه والاداء وكل حاجه في المباراه كان حلو قوي. بتكلم على الاهلي والهلال، الاهلي النهارده عمل مباراه كبيره وبعيد عن الطردين. الدقائق الاولى بتقول ان الاهلي كان نازل راكب المباراه. بص يا كيمو، الشوط الاول اللي قدمه الاهلي ضد الهلال ده هيفضل مرجع مرجع لما نيجي نتكلم عن فريق مصري عمل اداء في بطوله كبيره او عمل اداء خارج ملعبه، هيبقى الشوط الاول ده دايما مرجع لينا. بص دايما احنا مثلا يعني بنفتكر ماتش مصر والجزائر 4-0 في 2010، نقعد نقول بها ايه، عايزين نتفرج على كره حلوه. لو عايزين نعدل مزاجنا صح، الشوط الاول بتاع الاهلي والهلال ده حاجه كده يعني هتبقى ماستر بيس، زي مصر والجزائر، زي مصر والكاميرون 4-2. في علامات في تاريخ منتخب مصر او في تاريخ الفرق المصريه دايما الجمهور بيفتكرها بعد سنين طويله. الشوط الاول ده تحديدا بصراحه من الثانيه الاولى الاهلي بيقدم اداء يعني عالمي عالمي، مثالي في كل حاجه، مثالي على مستوى الدفاع، على مستوى خط الوسط، على مستوى الهجوم. من وقت اول فرصه في المباراه في الثانيه 40 الاهلي دايس بنزين، دايس يفرض شخصيته، دايس مش همه كل كلمه اتقالت قبل الماتش، دايس في دماغه بس ان هو يحقق المكسب. ظروف الماتش بعد كده ساعدته ان هو يحقق مكسب كبير، لكن انا برضو هيفضل رايي ان ده بسبب ان الاهلي نازل يفرض شخصيته من الدقيقه الاولى. الناس تتكلم تقول لك اصل في طرد سهل، اصل في طردين سهلوا. انا بالنسبه لي الطرد اللي بيحصل من غير تداخل على كوره، الطرد اللي بيحصل بسبب تعمد الضرب من غير كوره، ده بيبقى بسبب ان اللاعب فقد تركيزه، او ان اللاعب حاسس بضغط، حاسس ان اللاعب اللي قدامه قوي زياده عن اللزوم عليه، حاسس ان الفريق اللي قدامه قوي زياده عن اللزوم، دايس بنزين. فالنهارده بريرا بيتدخل على عمرو السوليه وما عندوش اي فرصه ان هو ياخد الكره، بيفرم رجل عمرو السوليه، وبعد كده قنو المفترض اللي هو لعيب في المنتخب السعودي ولعيب مهم جدا في الهلال والناس كلها بتشيد بيه، يعمل التدخل في منطقه جزاء الاهلي في كره ميته على ياسر ابراهيم بالشكل ده. يعني ده مش لعيب عايز يكسب كوره، وفي نفس الوقت ده ياسر ابراهيم ما كانش مثلا في منطقه جزاء الهلال، فنقول مثلا ان ده تدخل علشان عايز مثلا يمنع هجمه للاهلي او اي مكان. لا، دي كوره المفترض ان هي يعني مفيش كوره، يعني هو تدخل غريب جدا على ياسر ابراهيم في منطقه جزاء الاهلي. فدي حاجات تقول ان الاهلي كان دايس بنزين، عايز يفرض شخصيته وفرض شخصيته فعلا. فبسبب كل ده حصل الطردين، فبسبب كل ده الماتش بقى اسهل عليه، لان الاهلي هو اللي سهله عليه، مش لان الطردين هم اللي سهلوه على الاهلي.